مشاهدينا الكرام في كل مكان، برحب بكم النهارده في حلقه جديده ومهمه جدا من حلقات برنامجنا عاش الشباب. مشاهدينا خلينا في البدايه ارحب باجمل واحلى شباب بيشاركوني تقديم البرنامج النهارده، شباب الاكاديميه المصريه للاعلام والتنميه. صباح الخير عليكم يا شباب. صباح الخير يا فريد. مشاهدينا فقراتنا النهارده متنوعه وكتيره جدا وحاجات تعبنا في اعدادها وان شاء الله هتعجبكم. واولى فقراتنا النهارده هنبداها مع زميلتي نمياء. صباح الخير عليك يا نمياء، ومعاكي ايه النهارده؟ صباح الخير عليك يا فريد، وصباح الخير على كل مشاهدينا الاعزاء. النهارده فقرتنا الاولى معانا حمله شمر وعمر، وهي حمله قسم العلاقات العامه في جامعه 6 اكتوبر. الحمله اللي هدفها رفع همه الشباب وحثهم على العمل والبناء عشان يحققوا اهدافهم من خلال تخطي تلك الصعوبات وابقاء مصر الحبيبه على قمه الشعوب. الحمله اللي كان شعار حملتها بإيدك تبنيها وتقدر تعليها. عشان كده هيكون معانا الطالبة فرح ضياء الدين، الطالبة بكلية الإعلام جامعة 6 أكتوبر وأحد مؤسسي الحملة. صباح الخير يا مياء، صباح الخير يا فريد، صباح الخير يا سارة، صباح الخير على كل مشاهدينا الكرام. مع بداية كل صباح ابتسم لحلمك وطموحك وأهدافك، عافر علشان تحققه. هتكون راضي عن نفسك انك انجزت وحققت حلمك بتفاؤلك وعدم يأسك. صباح التفاؤل والهمم والعمل. كلمة وهنفضل نقولها، كل واحد عنده حلم لازم يوصل له. ناس كتير جدا هتقف في طريقك، وناس كتير جدا هتعمل لك مشاكل في شغلك او مجالك. عايش كل شاب قدر يوصل لحلمه ويواجه كل صعب. عشان كده هيكون معانا في الفقرة التانية المميزة واللي هنختم بيها حلقتنا النهاردة، في الحقيقة مش عارفة هنقول الإعلامي محمد عيد ولا الطالب، لأنه طالب من الأكاديمية المصرية للإعلام والتنمية اللي قدر يوصل لحلمه، وده اللي هنعرفه في الفقرة التانية. بالظبط كده يا ساره، دي موضوع مهم جدا. مشاهدينا الكرام يا ريت تتابعوا وتشاروا حلقات برنامجنا من خلال وسائل، وتواصلوا معنا من خلال وسائل التواصل اللي هتظهر قدامكم على الشاشه، وتبعتوا لنا مشاكلكم واقتراحاتكم وافكاركم ان شاء الله هنناقشها هنا مع بعض في برنامجنا عاش الشباب. وان شاء الله بعد الفاصل هنبدا اولى فقراتنا مع ضيفتنا اللي هتنورنا فرح ضياء الدين، طبعا حمله شمر وعمر تبع جامعه 6 اكتوبر، والفقره الثانيه مع زميلتي نوره وزميلتي ساره، واللي هينورنا فيها برضو ضيفنا محمد عيد احد طلاب الاكاديميه المصريه للاعلام والتنميه. فاصل ما تروحوش بعيد. عاش الشباب اللي بيحمي بروحه بلده، عاش الشباب اللي بيبني بعرقه ومجده، عاش الشباب اللي بيهزم اي مهما شافوا، عاش اللي شايل حلم بلده همها فوق كتافه. عاش الشباب، عاش الشباب، عاش الشباب، عاش الشباب. رجعنا لكم تاني بعد الفاصل في فقرتنا الاولى طبعا عن حمله شمر وعمر. هنعرف اكتر عن الحمله دي وهي بتهدف بايه وايه طموحاتها والكلام ده، او اكتر ولا ايه يا لماء؟ بالظبط يا فريد، ومع حمله شمر وعمر اللي شبابها قالوا دورها وابنيها، مصر هتعلى بيها، في ايديك عمرها وما تشمتش اعدائها، قوتها فيك ونجاحها بيك، اديها بالحب ما ترحمهاش او ما تحرمهاش، دي مصر يا ما حبتك ببلاش، ايدي في ايدك يا ابن بلدي، هنطور ونبني ونعلي، في المحن بنواصل مش واقفين، عليك يا مصر مسميين. احب ارحب بضيفتنا فرح ضياء الدين احد مؤسسي الحمله. اهلا بيك يا فرح. اهلا بيكي، ازيك عامله ايه؟ تمام الحمد لله. عرفينا بنفسك يا فرح وعرفينا بالحمله وليه اتسمت باسم شمر وعمر. اول حاجه انا فرح ضياء، جامعه 6 اكتوبر، كليه الاعلام، ثالثه قسم علاقات عامه واعلام. شمر وعمر دي الحمله اتسمت بالاسم ده. شمر بصي، انت لما مثلا بتروحي مثلا تشتغلي قبل ما تبتدي مذاكره او كده، لا بتشمري حاجه للاستعداد. وكمان شمر وعمر ده يعني ان انت تعمري، دي يعني عمر جايه من البناء والتعمير، هو اصلا اسم انطلاقي بحت، واسم من اللغه العاميه وكده. جميل. الناس جميل، الناس اسمها. الناس كلها تفهمه، يعني بيوحى للعمل والبناء وتطوير الشباب وكده. بالظبط. طيب ايه النماذج الشبابيه اللي بتدعمها الحمله؟ اول حاجه احنا قدمنا نماذج شباب واطفال، واطفال كمان. النماذج الشباب مثلا احنا قدمنا معيد في الجامعه الكنديه كليه الاعلام،
هو من ذوي الاحتياجات الخاصة. يعني معروف هناك ان هو بيدرس كويس جدا ومتفوق جدا في دراسته. ده اول معيد من ذوي الاحتياجات الخاصة. كمان في ولد اسمه محمد رمضان معانا، هو مساعد مخرج في النهار وهو ممتاز جدا وساعدنا جدا في الاعلانات والمخرج وفي التصوير والاعلانات والاخراج وكل حاجة كويس جدا. وكمان في طفل في الاعلان الاولاني اللي بنقدمه كده، الطفل ده عنده حبيبي عنده السكر وبيشتغل وبيدرس وكل حاجه وبيساعد مامته. لا بجد راجل بمعنى الكلمه. وفي بنت برضو اسمها سما رامي، هي اداب جابت 90%، هي ما شاء الله ناجحه جدا احنا قدمناها. وفي ولد برضو اسمه احمد اسامه، صاحب بيج على الفيسبوك اسمه نينجي وميكا، عنده 15 سنه بيعمل عرايس كروشيه وحاجه جميله جدا. ما شاء الله، لا كلها نماذج ناجحه جدا. وعايزه اقول على حاجه كمان، في شارع في 6 اكتوبر اسمه شارع مصر، ده بيقدم مشاريع الشباب. الشارع ده تحفه فعلا، واحنا باذن الله ناويين نصور تقرير هناك وكده. جميل، بندعم الشباب جدا. جميل، وده هيدعم الحمله وهيدعم الشباب كمان. وكمان النماذج الحلوه برضو انتوا على فكره، يعني ما شاء الله سنكم صغير ومذيعين وحاجه جميله جدا. بشكرك طبعا. الكلام الجميل. ايه اهداف الحمله؟ اول حاجه ان احنا نبني مصر، يعني ان احنا نبني مصر. وكمان في حاجه اسمها اشاعات دي. طب انت لما بتاخد الخبر انت عارف مصدره ايه؟ يعني انت لازم تعرف مصدر الخبر ايه، لازم تعرف، لازم قبل ما انت تسمع كده وتتكلم، لا لازم حاجه تعدي على العقل كده وتحلل الخبر وتعرف مثلا المصدر ده نشره مين، اللي بينشر الخبر ده هدفه ايه. دي اول حاجه نشر قصده مثلا تخريب بلد او دمرها او كده. ايوه، لان في قنوات كتيره جدا كده، يعني عايز هدفها انها تدمر البلد، وكمان قنوات غربيه برضو انها هدفها تدمر البلد. وكمان ان احنا ننشر الوعي في كل مكان، وان احنا برضو نبني الشباب فكريا ومعنويا برضو ودينيا برضو، نقربه من ربنا وكل حاجه يعني وكده. وان احنا ما نسافرش بره مصر. يعني فعلا لو الواحد اجتهد واشتغل على نفسه فعلا يعني ده هيعمرها وهيبنيها. ده ربنا بجد. ده ربنا بجد مدي لكل واحد ميزه جواه بتختلف عن غيره بجد، يعني يا ريت يطلعها في مصر بجد. بالظبط. مين دعم حملتكم؟ اول حاجه انا بشكر جدا 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 استاذ دكتور مساعد عبير الشربيني، هي فعلا ادتنا كل وقتها للحمله، لانها يعني حتى ايام يعني ايام الجمعه والسبت بتوع مفروض الراحه، لا كانت معانا على الواتساب وبتدعمنا جدا جدا. هي تقريبا اكتر واحده دعمتنا جدا جدا. وبرده الدكاتره بتوع قسم علاقات عامه دعمونا جدا جدا جدا، واهالينا برده ومامتي وكل حاجه، واكيد صحابنا والبيج اصلا، الفانز بتوع البيج دول اصلا دعمونا جامد جدا. يعني جميل جدا. هو فعلا دكتور عبير الشربيني في الحمله بتاعه شمر وعمر، وحمله ليه لا اللي استضفناها الاسبوع اللي فات، وحمله بدال الاسبوع اللي قبله، فعلا هي انسانه رائعه بجد، انسانه رائعه. هي وكيله كليه الاعلام، هي بجد انسانه رائعه ومثقفه ولبقه وكل حاجه بجد، يعني هي امنا بجد يعني. ده اكيد. طبعا بنحب نوجه رساله يعني للرمز من الرموز اللي هي اضافته دلوقتي، ده حاجه كويسه جدا يعني، وده مثل وقدوه لما يكون قدوه فعلا. لما يكون في حد في الجامعه نفسه بيدعمك، ده بيدي امل للشباب انه لا في حد بيدعمني. هو فعلا انا حبيت قسم علاقات عامه واعلان بسببها الصراحه، هي ودكتوره مروه صبحي. يعني دكتور عبير بجد، لا بجد يعني من الناس المميزه جدا، اللي حتى بعد ما تشتغل، بعد ما تستمر في حياتك، لا مش هتنساها. لا ده اكيد. ده اكيد. طيب في جانب الدعايه، الايه جانب الدعايه؟ الدعايه والاعلان في الحمله، في حد متخصص في السوشيال ميديا عندكم في الحمله ولا؟ كان في ناس متخصصين في السوشيال ميديا زي دنيا اشرف، زي الاء محمد، زي رحمه عطيه، كلنا كنا على السوشيال ميديا يعني. كلنا اصلا احلى حاجه في الفريق شمر وعمر ده، ان كلنا بنساند بعض وكلنا بنحب بعض فعلا، مفيش خلافات، احنا كلنا اصلا صحاب وكده، فمفيش خلافات خالص. طب ايه هدفكم في السوشيال ميديا؟ انتوا عايزين توصلوا ايه مثلا؟ بص، هو اول حاجه احنا بنخاطب الشباب. تمام. السوشيال ميديا اغلبها شباب. احنا عايزين نوصل للشباب دي ونوصل لهم افكارنا ويشاركونا، وعارف اللي هو نغرس فكره فيهم ونوصل لهم حاجه، نوصل لهم بجد ان في امل. انا فعلا انا من الناس اللي هي اشتغلت على نفسها جدا وبشتغل على نفسي جدا، وحاسه فعلا ان في امل بجد، وانا عمري بجد ما هسافر بره مصر يعني.
اشتغل بس على نفسك وما تيأسش وما تخليكش يعني. الوسائل اللي دعمتوا بيها الحمله كانت وسائل السوشيال ميديا بس ولا كمان حملات واعلانات وبروشورات والحاجات دي؟ لا لا كان في الصراحه دكتور عبير يعني غطت كل حاجه بجد. كانت في كتيبات وفي بروشور وفي بانرز، البانرز دي اصلا يعني كفيله يعني انها تنشر الحمله. وكان في اعلانات وكان في صور يعني كان في طيب. حمله شامله بكل. طيب احنا معانا صور جداً. ممكن تعقي بك عليها دلوقتي؟ ده الشعار بتاعنا. كانت هبه رضا اللي عاملاه. دي صوره بتاعت مصر. وده كان اول لوجو لينا دي طبعا دي خريطه مصر يعني. دي بقى حاجه يعني بجد نابعه من قلبنا كلنا، حاجه اسمها مسؤوليه اجتماعيه. احنا قررنا يعني حاجه مسؤوليه اجتماعيه دي يعني باختصار شديد يعني اللي هي فعل الخير والاعلان عنه. احنا قررنا عايزين حملتنا دي تشارك في المسؤوليه الاجتماعيه بما انها تحت قسم علاقات عامه واعلان، فقررنا نوزع البالونات دي وعليها اسم حملتنا على الاطفال اللي قدام جامعه 6 اكتوبر، وهم فرحوا جدا. احنا بجد حلم جدا جدا بالحاجة. حتى باين في الصوره، حتى الصور دي اصلا بكاميرا الموبايل وكده. بس احنا اتبسطنا جدا، واضح في ملامح البنت الطفله ان هي يعني فرحانه وسعيده. ايوه احنا اتبسطنا جدا ان احنا بنساعد ناس بجد يعني، دي اقل حاجه بجد بتفرحهم. يعني كان رد فعلهم ايه يعني؟ لا فرحوا جدا وباينه في الصور جدا. دي بقى احنا كلنا بنات، احنا 10 بنات في الحمله. احنا 10 بنات في الحمله بس جامدين جدا واقوياء جدا يعني. ما يجيبها الا بناتها. بالظبط ما يجيبها الا بناتها. او بصوا احنا 10 بنات بقى. طيب 10 بنات عدد قليل يعني، في حد مثلا ممكن في لا يعني حابب يدخل معاكم مثلا في ايوه احنا يعني محمد رمضان ده ساعدنا بطريقه فظيعه بجد. وبرده في واحد اسمه ابرام برده عمل اعلان معانا وصور اعلان معانا، وواحد اسمه سيد سراج تبع حمله ثانيه اصلا اسمها شتريني يابا من عقده الخواجه. دي حمله حلوه بتدعم المنتج المصري. هو احمد خليل برده ساعدونا في المونتاج والتصوير الاعلان الاولاني. لا بجد كان في دعم كتير جدا، الدعم كان قوي فعلا للحمله جداً. والحمله فعلا تستاهل، حمله قويه جدا ما شاء الله جداً. ربنا يخليك. بالرغم من اقبال الشباب على اختيار في كليه الاعلام، بيختاروا مثلا قسم اذاعه وتلفزيون اكتر او قسم صحافه ومثلا علاقات عامه مش بيبقى بنفس الكثافه او كده. بالظبط. فيعني انت ايه اللي خلاكي اخترتي قسم العلاقات العامه اكتر من قسم اذاعه وتلفزيون واكتر من قسم صحافه؟ هو انا اول حاجه يعني اول سنه ليا انا اصلا ما كنتش عايزه ادخل كليه الاعلام، بس سبحان الله ربنا دخلني الكليه دي. وانا اول حاجه بجد حبيتها قسم علاقات عامه واعلان. يعني هو دكتور عبير حببتني فيه، دي اول حاجه. تاني حاجه ان الاعلانات دي بيجي لك فكره تمام كرييتيف. انا بحب جدا التفكير وخيالي واسع لابعد الحدود جدا. جميل. فانا بحب اوصل مثلا فكرتي لحد. كمان انا اتعلمت الفوتوشوب، وكمان مستقبليا قدام احنا هنشتغل في الحمله دي بالفوتوشوب، نركب صور في بعض علشان نوصل رساله وكده، بما ان يعني الصوره بألف كلمه. انا حبيت جدا الاعلانات، وحبيت برضو قسم العلاقات العامه ده اللي هو يعني العلاقات العامه في الشركات او اي مؤسسه بجد بتراعي بجد العلاقات العامه وبتهتم بيها على طول، بيبقى بعد مجلس الاداره على طول. أيوة. يعني بتشرفي على كل الادارات، بتستقبلي ناس في اي بي سي اي بي اي بي. لا ناس كويسه جدا، بتعملي علاقات داخليه وخارجيه في الشركه. جميل. بتشوفي الناس عايزه ايه، تساعديهم كده، وتخططي يعني بتخططي في يعني بتحطي خطط مستقبليه سواء طويله الاجل او قصيره الاجل. طيب وحابه برضو عايزه اقول حاجه، احنا ابتدينا الحمله دي ببحث يعني، عملنا استبيان على الانترنت ووزعناه على السوشيال ميديا. عرفنا قد ايه يعني كتبنا بتحب مصر ولا لا، فعلا 99% من الاستبيان لا بيحبوا مصر، وايه مشكلتك مع مصر وايه الاقتراحات اللي انت بتقدمها. فعلا لقينا بجد حاجات حلوه جدا يعني كل الناس بتحب مصر جدا يعني وكده. وهي فعلا عايزه فرصه يعني، عايزين دعم اكتر ان هم يحققوا احلامهم ان شاء الله. طيب معانا فيديو هنعرضه دلوقتي وعايزين تحكيلك عليه. يعني هتبنيها؟ وليه لا؟ طالما برضه هرسم فيها احلام
هو ايه غالب وجودي جوه فيك غير حنانك؟ هو ايه سارق حدودي جوه مني غير جنانك؟ هو ايه مخليني دايما منتظر لحظة امانك؟ هو مين يقدر عليكي ولا يبعد تاني عنك؟ مش باني نبضي فيكي، لا، لاني جوه منك. اشكيليا وقت ضيقك بتفضي القلب اللي ضمك. بحسك وانت جوايا في عروقي، بشوفك وانت ليا حناني. اطلبيني هتلاقيني، نبض سكنك وفي عروقي. وعد عليا ابنيكي، ما انا اصلي منك وليكي. ده انت اللي نيلك رواني وشوارعك مدفياني. فيك الجمال رباني من صنع ربنا اللي حماكي. عايزه اعرف ايه تعقيبك على الفيديوهات اللي مرت دلوقتي؟ اول حاجه وكواليسها وكل حاجه فيها. اول حاجه اللي هو الطفل الصغير ده، اللي هو كان اول فيديو خالص اللي هو سالناه بتحبها، انا حكيت عن ظروفه وكده وان قد ايه هو راجل جدا برغم ان هو سنه صغير ما شاء الله عليه. فبعدين بيقول طبعا يعني بحب مصر برغم ان هو ظروفه قاسيه بس بيحبها جدا. وده عامل كان تاني بقى، كان عامل اللي هو قال له هتبنيها، فبعدين بيقولوا ليه لا، ده عامل بناء وكده، بيحب يبني مصر وبيحب. هو الصراحه شغله فظيع، تحفه جدا يعني. انا كنت معديه وكده كنا بنصور وكده. لا هو اللي عجبني فيه ان هو بيشتغل جدا يعني، بيشتغل بجد واجتهاد. ايوه بيشتغل بقلبه ومبسوط وفرحان بجد يعني، بيحب شغله بجد بالظبط. طيب حابين نشكر الفريق العمل اللي قام بالفيديو ده، حاجه بصراحه عظيم يعني. جدا فعلا. هو سيد سراج واحمد خليل هما اللي عملوا التصوير والمونتاج، وعامه ربنا بيسهل كل حاجه بجد يعني. ربنا كان مسهلها. وكمان حابين نشكر محمد رمضان. محمد رمضان وابرام برضو اللي هو اللي عمل، عارفين الفويس اوفر ده؟ بالظبط. هو ما شاء الله محمد رمضان بيعرف يعمل دوبلاج وفويس اوفر، حاجات تحفه يعني بجد، وبيصور وبيخرج بجد. حابه اشكره جدا. ودعمنا اصلا يعني كل الاعلانات دي من غير مقابل مادي خالص بجد يعني. احنا الحمله تقريبا ما تكلفتش ولا اي حاجه. في ختام فقرتنا، بتحب تنصح الشباب اللي هيدخلوا قسم العلاقات العامه بايه؟ والشباب بوجه عام برضه بتحب تنصحهم بايه في الحياه العامه وكده عشان ينموا نفسهم ويبتكروا ويقدروا يطوروا من فكرهم؟ قسم علاقات عامه احلى بجد قسم يعني، ممكن تدخلوه بجد هتطلعوا مواهبكم كلها يعني. انتوا لو بتفكروا لا هتعرفوا بجد. وكمان بجانب يعني العمل بتكونوا علاقات اجتماعيه حلوه بجد، بتكونوا ثقافات ومعلومات جديده. الشباب بقى يبقى واعي، يحلل الاخبار اللي جايه له دي، مش يقعد بقى يتكلم كتير وكده. لا يحلل بمخه وبعقله، يعرف الدنيا عامله ازاي، ويحب مصر بجد من قلبه ويبنيها. طيب بشكرك جدا. وفي برضه حاجه عايزه اقدمها برضه يعني، هي فكره تمام. الدوله تعمل ابلكيشن تمام عشان نقضي على موضوع البطاله. الدوله تعمل ابلكيشن الناس تقدم فيه السي في بتاعها، والدوله تنسق يعني تاخد السي في ده تروحوا بقى يعني توديه للشركات. طيب فكره حلوه جدا وان شاء الله. طيب بنشكرك جدا على الفقره الجميله دي. شكرا جدا ليكي. ده علشان تقضي على الواسطه يعني. طيب ان شاء الله. بالظبط كده. وبشكرك يا لمياء. شكرا ليك يا فريد، وشكرا ليك يا فرح. بجد كانت الفقره جميله جدا واستمتعنا بيها. بشكركم مشاهدينا الكرام على مشاهدتكم لينا. وفاصل وتاني فقراتنا طبعا مع ضيفنا اللي هينور، زميلتي نوره وزميلتي ساره، احد طلاب الاكاديميه المصريه للاعلام والتنميه. فاصل ما تروحوش بعيد. عاش الشباب اللي بيحمي بروحه بلده. عاش الشباب، عاش الشباب، عاش الشباب، عاش الشباب. الأكاديمية المصرية للإعلام والتنمية تحقيق كل حلم شاب أو شابة نفسهم يوصلوا لحلمهم في مجال الإعلام بقوة وإرادة وعزيمة. مش بس هيتعلموا الإعلام، هيتعلموا حاجات كتير جدا، وده اللي هنعرفه مع طلاب أحد طلاب الأكاديمية المصرية، محمد عيد. أهلا بيك. أهلا بيك يا سارة، وأهلا بيك يا نورة، وأهلا بكل مشاهدي قناة الصحة والجمال، وأهلا بكل متابعي برنامج عاش الشباب. اهلا بيك يا محمد. بالظبط كده يا ساره، العزيمه والقوه والاراده هم اللي بيوصلوا للانسان احلامه وقدراته لتحقيقها، وان جراءة طموحه هي اللي بتوصلنا لهدفه. عرفنا ابنك يا استاذ محمد. هو في البدايه طبعا انا مبسوط جدا ان انا معاكم النهارده. برنامج عاش الشباب انا مش غريب عليه،
انا من ضمن طلاب الاكاديميه المصريه للاعلام والتنميه. انت قديم. قديم شويه عنكم. شاركت في الموسم الثاني من برنامج عاش الشباب اللي كان بيعرض على قناه الرافدين بلس. انا محمد عيد، احد طلاب المعهد العالي للاعلام وفنون الاتصال في مدينه الثقافه والعلوم، واحد خريج الاكاديميه المصريه للاعلام والتنميه، اللي اتشرفت بجد ان انا اكون يعني كنت من ضمن الاستاف بتاعها ومن ضمن الطلاب اللي كانوا بيتدربوا فيها. احنا اللي مشرفين بيك يا استاذ محمد. أهلا بيك. عايزينك في البدايه تكلمنا بدايتك في الاكاديميه. والله البدايه في الاكاديميه كانت بدايه متوتره شويه، يعني اي حد بيكون داخل مجال الاعلام جديد، وبالاخص ان انا كنت لسه في سنه اولى جامعه. اي نعم كنت داخل اعلام وحاببها وحابب هدفي، بس الفكره بقى في ايه؟ تيست الكاميرا، القعده نفسها، بالظبط. يعني ممكن نتكلم شويه في اول يوم دخلت فيه الاكاديميه. طبعا في الاكاديميه بيكون في تيست كاميرا، اي حد رايح يقدم لازم يكون في تيست كاميرا. فطبعا دخلتي الاستوديو بتاع الاكاديميه دي كان فيها رهبه لوحدها، بالاضافه ان انا قعدت مع مستر احمد دياب. وطبعا استاذ احمد دياب احنا نوجه له الشكر اكيد. شكر جامد جدا للاستاذ احمد دياب على المجهود اللي بيعمله معانا بجد. اكيد طبعا استاذ احمد دياب بجد ليه فضل عليا كبير جدا بعد ربنا. طبعا القعده معاه دي لها رهبه لوحدها. أكيد. هو حد متميز جدا في مجاله، فاول قعده معاه قبل تيست الكاميرا خالص لازم يقعد معاك، بيتكلم معاك نفسي، بيتكلم معاك انت نفسك فيه قدام، بيتكلم معاك كلنا على الاسئله كده اللي هو بيقولها لنا. والله هو لما اتكلم معايا في اول حاجه قال لي انت بتحب ايه؟ فانا قلت له انا بحب الكوره. قال لي خلاص. احنا طبعا كنا بنبقى داخلين الاكاديميه بيكون معانا سكريبت مكتوب وجاهز لينا ان احنا ندخل نقوله قدام تيست الكاميرا. فطبعا قال لي سيبك من السكريبت اللي معاك وعايزك تتكلم لي بقى، تتكلم يعني قدام الكاميرا على اللي حصل في مونديال كاس العالم اللي هو 2018 والهزيمه اللي حصلت لمصر. استغل ان انت بتحب الكوره. استغل الموضوع ده وحب ان هو يشوفني انا في الكوره كنت عامل ازاي. طبعا انا مش هكذب لان الفيديو ده موجود معايا وانا محتفظ بيه لحد دلوقتي، وكل ما الاقي نفسي لا وابص لنفسي اقول لا انا كويس انا كويس، لا اقول لا لسه عندي كتير، واتفرج على اول فيديو كان ليا في الاكاديميه. شايف بقى مستواك من اول فيديو لحد دلوقتي عامل ايه؟ لا المستوى كبير، الفرق كبير، فرق كبير جدا. استاذ احمد دياب عايز اقول لك ان الفرق اصلا بان من اول محاضره، من اول سيكشن حصل في الاكاديميه. انا كان ادائي صفر على الشمال في اول تيست كاميرا، من اول محاضره فرقت. هو الله اكبر عليه، حد شاطر جدا في قاعه المحاضره، حد بيتعامل معانا. احنا بناخد قانون، بناخد سياحه، بناخد اقتصاد، بناخد دين، بيدينا يعني بيتكلموا على بالزبط. كل المجالات بالظبط. ان هو دايما بيقول ان المذيع ده شامل متكامل، ان انا ما اربطش نفسي برياضه، ما اربطش نفسي بسياسه، ما اربطش نفسي باقتصاد. بالظبط. دي كانت برضو من ضمن الحاجات اللي قالها ليا في اول قعده معاه، قال لي ما تربطش نفسك بالكوره، خليك متفتح واعرف اكتر من مجال. طب قول لنا ازاي عرفت الاكاديميه اصلا؟ عن طريق ايه؟ والله هي الاكاديميه، انا طبعا بشكر ريم امام. ريم هي اللي عرفتني بالاكاديميه، نزلت على جروب دفعتي في الجامعه وقالت يا جماعه انا كنت في الاكاديميه وشاركت في حلقات عاش الشباب. تمام. وريم ما شاء الله برضو من المذيعين المتفوقين، فطبعا تواصلت معاها وكلمتها وهي اللي عطتني العنوان ورحت، والحمد لله كانت بدايه خير يعني. طب ده كويس جدا. الحمد لله. ايه التدريب اللي انت نزلته اول مره خالص وايه فكرته عنه؟ هو الفكره في حاجه عشان بس تكون واصله للناس كلها، يعني الاكاديميه المصريه للاعلام والتنميه، انت زائد ان انت بتتدربي في الاكاديميه انت بتنزلي تدريب داخل مدينه الانتاج. تمام. فالأكاديمية المصرية للإعلام والتنمية هي تعد أول أكاديمية بتنتج برامج تلفزيونية للشباب عشان تديهم فرصة حقيقية إنهم يظهروا على شاشات التلفزيون. تمام. ده يعتبر اللي إحنا أصلاً بنقوله في إعلان الأكاديمية اللي بيذاع على قناة الصحة والجمال، وطبعاً بنشكر القائمين على القناة. فطبعاً الأكاديمية المصرية للإعلام والتنمية أنت ما ينفعش يكون تدريب بس في القناة في الأكاديمية. هو الأكاديمية فيها استوديوهات، فيها استوديو إذاعة، فيها استوديو تلفزيون، فيها استوديو كروما، فيها قاعات مجهزة تجهيز تام ان انت تاخدي المحاضرات. لكن مستر احمد دياب هو حاطط ده هدف وحاطط ده تارجت لازم نوصل له، ان الطالب لازم يخش مدينه الانتاج ولازم ينزل. انا يعني اول تدريب ليا اول تدريب ليا كان في قناه ال تي سي. يعني دلوقتي بتقول ان التدريب في الاكاديميه بيعتمد على عملي ولا النظري اكتر؟ لا هو عملي بحت 100% 100% عملي، بس في شرح نظري برضه. بالظبط. هقول لك بقى النظري احنا بناخده ايه. زي ما انا اتكلمت في البدايه، النظري احنا ممكن نعرف قوانين ليها علاقه بالمحاماه، ممكن ناخد مثلا احصائيات اقتصاديه، ممكن ناخد مصطلحات طبيه، ممكن ناخد دي حاجات النظر. بالظبط. دي الحاجات النظر اللي ممكن ناخدها. زائد مثلا احنا اتعلمنا في الاكاديميه، احنا لما كنا داخلين، او انا لما كنت داخل على الجانب الشخصي داخل كورس اعداد وتقديم تلفزيوني. صح. انا متخرج من الاكاديميه لله الحمد اعداد وتقديم تلفزيوني وحاجات كتير جدا يعني الحمد لله. طب ايه اللي اتعلمته غير التقديم التلفزيوني؟ هو غير اللي اتعلمته في التقديم التلفزيوني والحمد لله استاذ احمد دياب احنا نزلنا معاه في الشارع
واتدربنا على كورس المراسل تمام، ويعتبر دي كان زي ما احنا نقول كده كادو، حاجه هديه خدناها منه، ان احنا بناخد بس الاعداد والتقديم التلفزيوني. أيوة. لا هو اعطانا ازاي احنا ازاي ان انت ازاي اصلا تكون مراسل في ارض الميدان، ونزلنا بالفعل وغطينا. شاركنا كمان في البرنامج بالزبط. بتاع استاذ احمد دياب الباش تاجر، ده حقيقه ساره كمان شاركت معانا في في الاعداد في برنامج الباش تاجر على قناه الحدث اليوم. صح. وكمان نوره وشاركنا كلنا سواء كمراسلين او كمذيعين. طب دور مستر احمد دياب مع الطلاب، كل اللي هو خلال ال 15 سنه اللي هو قدم خلاله خبرته وعلمه للطلاب، هو عايز اقول لك ان استاذ احمد دياب حد زي ما قلنا في البدايه هو بيتعامل معاك نفسي، ودي اول حاجه. تمام. احنا الجو في الاكاديميه بيكون جو عائلي اكتر من هو منه اكاديمي، يعني اكاديمي عشان اتعلم واتاهل لسوق العمل تمام. احنا بنخرج طالب او بنخرج حد متدرب صح عشان لسوق العمل يبقى شغال وشغال صح تمام. دي حاجه. الحاجة الثانية هو الفكرة في ايه؟ الفكرة كمان مع نقطة ان احنا بنتعامل نفسي، ان احنا بنتعامل عائلي. في ناس بتخاف من الكاميرا، في ناس بتبقى مرعوبة ان هي تقدر ان هي تتكلم وتطلع اللي جواها، هل مستر احمد دياب بيقدر يطلع ده؟ طبعا بيقدر يطلعه، والدنيا بتكون يعني بيخفف القلق جدا. ما هو لازم انا لما بكون طالع على التلفزيون تمام اكيد جوايا بيكون في توتر تمام. واكيد بكون متوتر. دعمه ومش دعمه هو بس، يعني بيكون الدعم المقابل كمان للناس اللي شغاله في الاكاديميه، يعني بذكر القائمين على الاكاديميه طبعا لازم نذكر الاستاذه مي حسن. دي احد الناس اللي بجد ليها فضل كبير عليا انا كمحمد عيد. استاذه مي حسن بتتعامل معاك كاخت مش كمدير تنفيذي للاكاديميه، بتتعامل معاك ان هي اختك الكبيره ولازم تتدرب ولازم تتعلم. الحقيقه الاكاديميه كلها بنتعامل احنا اسره في بعض، كله بيساعد بعض. بالظبط صح فعلا كده، دي حقيقه. ده حقيقه حقيقه, حقيقة كمان. واللي شارك معانا في الحدث اليوم او اللي شارك معانا ايام الرافدين او ايام الال تي سي عارف ان هو قد ايه الجو اسري شويه، يمكن ساره بتضحك لان هي عارفه الموضوع ده قد ايه احنا اسري، بتبقى فيه خروجات، بتبقى فيه ممكن نسمع ماتش مع بعضنا. الموضوع مش محتمل للكل. بالظبط. طب الاكاديميه بتاخد مؤهل معين؟ هو بصي هو طبعا ده اكيد شرط في مجال الاعلام، ان انا لما اجي اخرج حد على الكاميرا او اطلع حد على الشاشه لازم يكون اولا مؤهل. مؤهل ايه؟ انت ممكن يكون عندك قصور في اللغه العربيه تمام، ده بيتعالج في الاكاديميه. طب لكن ما تكونش ضايع لغه عربيه. وهنرجع لكم تاني. تمام. عاش الشباب اللي بيحمي بروحه بلده. النجاح أرقام، وإحنا في الأكاديمية المصرية للإعلام والتنمية حطمنا كل الأرقام. على مدار 5 سنين دربنا آلاف الطلاب في محافظات مصر ومن مختلف الدول العربية، وأهلنا لسوق العمل شباب كتير. عشان كده عندنا أكتر من 70 مذيع ومراسل ومعد ومخرج من متدربي الأكاديمية في مختلف القنوات الفضائية، وده لأننا الأكاديمية الوحيدة اللي بتنتج برامج تلفزيونية للشباب عشان تديهم فرصة حقيقية على الشاشة يثبتوا نفسهم ويبدأوا مشوار نجاحهم. لو نفسك تاخد فرصة حقيقية وتحقق حلمك انضم لينا. للاستعلام عن دوراتنا التدريبية اتصل على في الأكاديمية المصرية للإعلام والتنمية. النجاح أرقام. عاش الشباب اللي بيحمي بروحه بلده. عاش الشباب اللي بيبني بعرقه مجده. عاش الشباب اللي بيهزم اي يأس مهما شافه. عاش اللي شايل حلم بلده همها فوق كتافه. عاش الشباب. تاني بعد الفاصل ولسه مكملين مع طلاب الاكاديميه المصريه للاعلام والتنميه محمد عيد. اهلا بيك يا ساره واهلا بيك يا نوره مره ثانيه. اهلا بيك يا محمد. عايزين بقى نعرف البرامج اللي اشتركت فيها.
هو طبعا برامج كتير زي برنامج الباش تاجر وزي برنامج عاش الشباب. يعني انا كان ليا يعني توفيق من عند ربنا ان انا اشتركت في الموسم الثاني ليه كمذيع واشتركت كمعد، وحاليا الحمد لله دلوقتي متواجد في قناه الصحه والجمال، موجود في الاعداد البرنامج، لان احنا عندنا في الاكاديميه دايما انا طلبه الاكاديميه طالعين في قناه الصحه والجمال وطالعين برنامج عاش الشباب. تمام، فايه المشكله لما انا اكون سواء شاركت كمذيع او كمراسل ان انا شارك زمايلي في اعداد البرنامج وان انا شارك زمايلي ان احنا نطلع حلقه يكون شكلها كويس، ده كله بيكون في اطار دعم الاكاديميه وده كله بيكون في اطار دعم طلبه الاكاديميه. والاعداد ده اتعلمته في الاكاديميه بالظبط، ما هو الدوره اسمها دوره الاعداد والتقديم التلفزيوني. يعني انت اتعلمت التقديم والاعداد مع بعض؟ بالظبط، الاعداد والتقديم التلفزيوني. انت استفدت من تجربتك دي؟ لا، هو على الاستفاده على الاستفاده تجربه وتدريب وشغل. لا، هو الاستفاده كتيره، سواء كانت على الجانب الشخصي، انا كنت في البدايه قبل ما اكون في الاكاديميه او قبل ما اتعامل مع استاذ احمد دياب عامه، كنت يعني ممكن اكون بزعل بسرعه، بتوتر بسرعه، اي حاجه ممكن تضايقني. لا، كورس الاعداد والتقديم التلفزيوني هو علمني الهدوء خالص، احنا بنكون هادين، بنتعامل مع اي حد، بنعرف نتعامل كويس، نعرف نتعامل مع الدكتور ونعرف نتعامل مع المهندس ونعرف نتعامل مع اي حد. حتى لو اي مواقف صعبه انت بتواجهها، هو مفيش اصعب من مواقف الهواء. هو بالظبط، هي دي اللي انا كنت عايزه اقولها، ان الاعلامي لازم يكون حاضر لكل المواقف الصعبه حقيقه، ويكون عنده طولة بال جامده جدا. بس انت لسه بتقول ان انا حساس قوي وبتضايق قوي وبتعصب قوي. أيوة، كان قبل الاكاديميه، ده كان قبل، ده كان قبل، بعد الكورس وبعد الاكاديميه لا الموضوع فرق جامد. الموضوع بقى بالك قد ايه واخد الكورس؟ في طول بال، انا واخده في 2018 واخده 6/2018، يعني سنتين مع استاذ احمد دياب في قنوات كتير وفي برامج كتير والحمد لله. ما خدتش الكورس وقعدت؟ لا طبعا. هو برضو الميزه كمان اللي احنا محتاجين نقولها ان الطالب المتميز هو بيكمل، سواء كان بيكمل اعداد او كان بيكمل مراسل او كان بيكمل كمذيع. فانت متميز وشاطر هتكمل معانا، لا قدر الله في حاجه في المستوى لا احنا بنديك سكاشن ثانيه وبتاخد محاضرات ثانيه، بتبدا تنزل عملي كتير عشان قدر تبقى مؤهل. سواء يعني كان بيبقى في تدريبات ثانيه للطلاب المميزين، ان هم مثلا مش قادرين مثلا يوصلوا اللي هو يشيلوا درجه القلق اللي جواهم، درجه الخوف. بالظبط، احنا في الاكاديميه اول معلومات احنا مثلا بنبدا ازاي؟ بنبدا بكورس الاعداد والتقديم التلفزيوني. تمام، بدانا كورس الاعداد والتقديم التلفزيوني، الطالب ده مؤهل 100% ان هو يشارك كمذيع وكمعد. بشركه في أول حلقة من برنامج عاش الشباب على قناة الصحة والجمال إن هو يشارك ويطلع كمذيع. طيب الطالب ده لسه محتاج شوية، ما بقولش غير مؤهل، لأن هو جاي لي غير مؤهل فأنا بأهله. أكيد. فإيه الميزة إن أنا أقول غير مؤهل وأمشيه؟ وبعدين في تدريبات كتير جدا في الأكاديمية إحنا بنعملها الصراحة. بالظبط، فأنا بجيبه وبقعد معاه وبفهمه، أقول له مثلا إن أنت دلوقتي زي لاعب الكورة. أنت في إصابة فما ينفعش تنزل الماتش ده، ممكن ننزل الماتش اللي بعده. صح. فانا بقول له انت مش هتنزل اول حلقه، انت هتنزل الحلقه اللي بعدها. ده الكلام ده كله بيكون مستر احمد هو المشرف عليه، وهو اللي بيتكلم مع الطلبه، هو اللي بيتعامل معاهم نفسي جدا. يعني انت كده دخلتني في سؤال تاني جبت من كلامك الصراحه، يعني اتفضلي. في ناس بتبقى عندها فعلا حلم ان هو عايزين يطلعوا في الاعلام. تمام، مستر احمد دياب شايف ان هو ما يصلحش ان هو يعني يكون اعلامي، ان هو يكون اعلامي او يكون مذيع او يكون مراسل، ايا كان الهدف اللي هيبقى هو عايزه، وهو ما يصلحش. استاذ احمد بيتعامل مع الشخص ده ازاي؟ لان نفسيته بعد كده بتتدمر. هو بصي، انا قلت في البدايه هو احنا ما عندناش حد غير مؤهل، كل الناس مؤهله ان هي تطلع الهواء بالتدريب وبالممارسه وبنزوله عملي. تمام، احنا بجد انا حابب على الجانب الشخصي بجد اشكر القائمين على قناه الصحه والجمال بجد، لان الناس هنا بتتعامل معانا بذوق وباحترام، والناس بتقدر جدا عامل ان هو ممكن يكون طالب اول مره يطلع هوا، فبتلاقي الاستاف كله، استاف قناه الصحه والجمال كله واقف معاه، واقف في ظهره. بتلاقي استاف الكنترول كله واقف داعم ليه، مش زمايله بس او استاذ احمد دياب لما بيكون حاضر كله بيساعده في الكنترول. كلهم بيساعدوا وكل الناس، وده بيفرق جدا. انا ده فرق معايا بجد، اول حلقه طلعناها هنا في عاش الشباب في قناه الصحه والجمال فرق معايا جدا، وكنت معد فيه في البرنامج او في اول حلقه، لا فرق معايا، انا اطمنت، بقيت مطمن. انا بجد بشتغل مع صف محترم، بشتغل مع ناس بروفيشنال، بشتغل مع ناس عارفه شغلها كويس، بشتغل مع ناس بتقدر الموهبه اللي قدامها. بس طب ما تقول لنا كده الاكاديميه بتقدم ايه؟ هو الاكاديميه بتقدم كورسات كتير، زي كورس الاعداد والتقديم التلفزيوني، كورس المراسل، كورس الاخراج، كورس التصوير، كورسات وورش ليها علاقه بالعلاقات العامه والتسويق.
طيب قبل بقى ما تدخل الاكاديميه كان حلمك ان انت اصلا تبقى مذيع ولا حلمك كنت تدخل جامعه تانية او تبقى حاجه تانية غير المذيع؟ هو بصي هو في الثانويه العامه جت تجاره تمام انا تجاره وكده لا شكرا فخلاص كان في فرصه ان انا اقدر اقدم في اعلام فالحمد لله فرصه اتيحت يعني وقدمت والحمد لله كان في قبول يعني في التنسيق فاي حد بيكون في البدايه وهو داخل اعلام اكيد بيبقى حلمه ان هو يبقى مذيع ده مش هنكدب على بعض اكيد طبعا حلمه يبقى مذيع كلنا كده بالظبط انا بجد احترمت جدا 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 فرح اللي كانت قبلي في الفقره الاولى ان هي عندها في الكليه في اقسام اذاعه وفي علاقات عامه وفي صحافه صح. هي اختارت ايه اختارت القسم اللي هي حباه اختارت العلاقات العامه صح. ليه عشان خاطر في دكاتره عندها طب عشان وصلنا معلش لنهايه الحلقه عايزين بس نصيحه منك لشباب الاكاديميه المصريه عشان يوصلوا لحلمهم هو بصي بس في البدايه بما ان احنا وصلنا خلاص لنهايه فقرتنا يعني انا بجد حابب اشكر استاذ احمد دياب استاذ احمد دياب من الناس اللي لها فضل عليها كبير جدا وكلنا بنشكره والله وبنوجه له التحيه وتقدير ليه ان هو اتاح لنا الفرصه ان احنا نقدم برنامج وان احنا نكون دايما بنقدم حاجه مفيده اكيد طبعا استاذ احمد دياب انا بشكره بجد بشكره جدا جزيل الشكر استاذ احمد دياب استاذ احمد دياب عمل مبادرات كتير زي مبادره خريج مؤهل لسوق العمل دي كانت تابعه جامعه 6 اكتوبر وكانت في جامعات كتير في مصر بجد حابب كمان اشكر والدي ووالدتي بشكر بابا وماما زي ما احنا بنقول الف تحيه بشكرهم طبعا شكرا ان هم تعبوا معايا جدا 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 يعني وبشكر كل الناس صحابي اللي زيكم في الاكاديميه حتى غير خريج الاكاديميه شكرا جدا يا محمد وشكرا جدا يا نورهان وشكرا جدا يا ساره شكرا جدا يا استاذ محمد الحلقه النهارده واستنونا يوم الاحد مع زمايل جديد في حلقه جديده